السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على بقية الأوتونوميك نيرفس سيستم. المفروض النهاردة إن شاء الله نعرف السنترال كنترول أوف أوتونوميك نيرفس سيستم، نعمل مراجعة للديفرنس بتوين سيمباثيتك أند باراسيمباثيتك نيرفس سيستم، ونشوف بقى الفانكشن دي في كل حتة. سنتر كنترول اوف اوتونوميك نيرفس سيستم، الكنترول بتاعنا اول حاجه هما على اربعه فور ليفلز. اول حاجه عندنا اللي هو اللاترال هورن سيل، ده اللور سنتر اند سباينال كورد اللي هو اللاترال هورن سيل دي اكت از سمبل اوتونوميك ريفلكس. اول ما تسمع كلمه ريفلكس عندنا في الفسيولوجي يبقى لازم تعرف ريسبتور وافرنت وسنتر وافرنت وريسبونس، تمام؟ فهي بتشتغل، هي يدوبك الديفيكيشن والميكتوريشن والإريكشن، وهنيجي دلوقتي ان شاء الله في صورة السلايد الجاية هنشرح ازاي هي بتشتغل كسيمبل اوتونوميك ريفلكس. ممكن بتشتغل كسبسيدري فازو موتور سنتر، يعني لو حصل وفشل الفازو موتور سنتر الموجود في البرين ستيم هي ممكن بعد فتره تبتدي هي تعمل فازو كونستريكشن على البلاد فيسلز. نيجي بعد كده في مستوى اللي هو البرين ستيم ريتيكولار فورميشن. عندنا في البرين ستيم سنتر اللي هي الفازو موتور سنتر اللي اتفقنا ان هي بتعمل فازو كونستريكشن اول اوفر ذا بودي للبلاد فيسلز، وكارديو انهيبيتوري سنتر ودي كنترول اللاترال هورن سيل، تمام. الهايبوثالاموس في عندنا ان شاء الله تاخده في السي ان اس، ان عندنا هو بيعمل ريجوليشن للاوتونوميك نيرفس سيستم عن طريق ان هو عنده كذا نيوكلياي. لو عملنا ستيميليشن للانتيريور نيوكلياي يبقى هنعمل بار سمباثيتك، ولو عملنا ستيميليشن للبوستيريور هايبوثالاميك نيوكلياي هنعمل سمباثيتك ريسبونس. بعد كده اخر حاجه اللي هو السنترال نيرفس سيستم او السيريبرال كورتكس، وده بيعمل كنترول للاوتونوميك نيرفس سيستم عن طريق الكنترول على الهايبوثالاموس والريتيكولار فورميشن. يبقى احنا عندنا السنترال كنترول اوف اوتونوميك نيرفس سيستم في 4 ليفلز. اللاترال هورن سيل دي ممكن تشتغل لوحدها كسنتر لو اتقطعت حتى من فوق، تمام، تشتغل كسنتر للديفيكيشن والميكتوريشن. ممكن تشتغل كسنتر برضو للفازو موتور سنتر لو حصل مشكله في الفازو موتور سنتر. بعد كده في الليفل اللي بعده اللي هو البرين ستيم، وده فيه سنترز الفازو موتور والكارديو انهيبيتوري سنترز. في الهايبوثالاموس ودي فيها كذا نيوكلياي انتيريور بوستيريور، لو عملنا الانتيريور يبقى هيحصل باراسيمباثيتك ريسبونس، ولو عملنا ستيميوليشن للبوستيريور يبقى سيمباثيتك. حاجه بس عشان برضو تحفظوها، البي ما تنفعش تيجي مع البي، يبقى الانتيريور هو اللي بيعمل سيمباثيتك والبي البوستيريور بتعمل السيمباثيتك، يبقى انتيريور بارا posterior sympathetic. وبعد كده central cortex، وده قلنا through the control of the hypothalamus and reticular formation. لسه قايلين ان اللاترال هورن سيل ممكن تشتغل لوحدها كسيمبل اوتونوميك ريسبونس. ازاي؟ ادي عندي البلادر، تمام، ده الوول طبعا الماسل بتاعتنا، وبعد كده في internal sphincter urethral sphincter وفي الاكسترنال sphincter. زي ما احنا عارفين ان الميكتوريشن في البيبي الصغير اوتونوميك. يعني ايه اوتونوميك؟ يعني تملى وتفضي تملى وتفضي، مفيش اي كنترول عليه. بعد شويه بيحصل ايه؟ بيبقى طبعا الانسان بيكبر وبيبقى يعرف ان ده مكان مناسب ووقت مناسب او لا، فبيبقى فيه higher central nervous system control بيعمل كنترول على مين؟ على الاكسترنال سفنكتر، يقول وقت ده مناسب او غير مناسب. فبالتالي عندنا ادي الميكتوريشن او الديفيكيشن او الاريكشن، كل دول ممكن يبقوا سيمبل اوتونوميك ريسبونس. ان بيبقى فيها ايه؟ في ريسبتور عندنا بتحس ان في ستريتشنج في اليوريني بلادر، تبعت اشارات افرنت اللي هي السنسوري، بعد كده تروح على السباينال كورد، هتروح بعد كده على اللاترال هورن سيل تبتدي تبعت اشارات، تمام، ل عندنا في طبعا البلفيك نير، تبتدي تعمل في المصل تعمل لها ايه؟
تقول لها اعملي contraction، احنا عايزين دلوقتي نفضي، يبقى ده parasympathetic، يبقى ده pelvic nerve. يبقى عندنا هيحصل ايه؟ عندنا ادي ال urinary bladder لازم عشان تفضي لازم contract the wall اللي هو the trousal muscle، وبعد كده يحصل relaxation of the internal urethral sphincter، وطبعا هيحصل external sphincter هيحصل له ما دام ما فيش CNS control، هيحصل ايه؟ هيحصل هو كمان relaxation ممكن من البريشر. يبقى عندي بيحصل stretch receptor parasympathetic motor للwall و relax للinternal sphincter. خلاص يبقى ده معنى ان lateral horn cell ممكن تشتغل كسيمبل اوتونوميك ريسبونس، ودي خاصه بتبقى في الاطفال او لما بيكبر بيحصل فيه انجري ولا حاجه، بيبقى ممكن تبقى انها تملى وتفضي تملى وتفضي، تمام، ريفلكس عادي. طيب نيجي بعد كده لبعض الديفينيشن اللي هي السيمباثيتك والباراسيمباثيتك تون. التون اول ما تسمع كلمه تون يبقى فيه كونتينوس امبلس على طول كده، تمام. طيب السيمباثيتك يبقى عندنا فيه الديفينيشن هو عباره عن اما كونتينوس excitatory يا اما inhibitory rhythmic impulses. خلاص يبقى الامبلس دي اما تكون excitatory حاجه stimulate يعني all the time، يا اما inhibitory all the time carried by autonomic. طيب نيجي نفكر كده يا ترى ايه هو الاكزامبل للcontinuous excitatory، والاشارات اللي على طول عامله excitation وعامله مثلا contraction على طول. الاكزامبل بتاعها هو الاكسيتاتوري تونيك اكتيفيتي اللي هو الفازو موتور تون، ده عباره عن كونتينوس اكسيتاتوري ريزميك امبلس، ده كاريد باي سيمباثيتك على كل البلاد فيسلز عشان تعمل لها فازو كونستريكشن. خلاص يبقى الفازو موتور تون ده اكزامبل فور سيمباثيتك تون. سيمباثيتك تون يبقى سيمباثيتك فايبرز بتعمل كونتينوس اكسيتاتوري امبلس للبلاد فيسلز وتعمل لها فازو كونستريكشن. نيجي بعد كده للإكزامبل للإكتيفيتي، ده عندنا الفيجل تون. الفيجل تون عندنا الهارت زي ما اتفقنا ان الاس انود هي عبارة عن ايه؟ البيس ميكر، والبيس ميكر دي ليها هايست ريزميستي البيت بتاعتها لحد 100 بيت بير مينت، لكن احنا الهارت ريت بتاعنا مش عالي كده. طب ايه اللي بيخليه واطي شويه؟ ان في كونتينوس انهيبيتوري ريزميك امبلس كارد باي باراسيمباثيتك اللي هو الفيجس نيرف للاس انود تو ريديوس ذا هاي ريزم اوف ذا اس انود، تمام. يبقى ده الفيجال تون في الهارت. تاني حاجه عندنا الفيجال تون في الجي اي تي، عندنا لقيوا ان لما بيحصل قطع في الفيجس نيرف للبروبالسيف موفمنت، يبقى الفيجس ده عندنا مفروض بيعمل ايه؟ مفروض بيعمل propulsive movement of the gut، وبيعمل لو اتقطع يبقى عندنا هيحصل constipation. طيب السيمباثيتك والباراسيمباثيتك، احنا قلنا ان معظم الاورجانز الموجوده في البادي بتبقى سبلاي dual innervation، بمعنى ان بتبقى سبلاي بالسيمباثيتك وسبلاي بالباراسيمباثيتك، وفي معظم الاحوال قلنا mostly بيبقى الفانكشن بتاعتهم antagonize each other. يعني مثلا في الهارت سيمباثيتك هيزيد الهارت ريت وهيزيد كل البروبرتيز اوف ذا كاردييك ماسل، لكن عندنا في الباراسيمباثيتك انهيبيتوري تو ذا اول كاردييك بروبرتيز. دي هيحصل سيمباثيتك هيحصل انهيبيشن للموفمنت وانهيبيشن للسيكريشن واكسايتيشن للسفنكتر. الباراسيمباثيتك العكس، البيوبل dilatation في السيمباثيتك، pupil constriction في الباراسيمباثيتك. لكن في بعض الاحوال بتبقى synergistic action. يعني ايه synergistic؟ يعني هما الاثنين بيزودوا، تمام. زي مثلا example بتاع salivary gland، احنا اتفقنا ان salivary gland في السيمباثيتك بتزود، بس نوع السكريشن مختلف. بتزود ايه؟ بتزود trophic secretion اللي هو عبارة عن بيبقى thick و small amounts بيخلي الواحد ريقه ناشف شوية. لكن عندنا الباراسيمباثيتك عندنا هيبقى بروفيوز وده اللي هو الباراسيمباثيتك، وبالتالي ده سينرجيستك. تاني حاجه للاكزامبل ليها اللي هو السيكشوال اكس، عندنا ان السيمباثيتك هيعمل ايجاكيوليشن بينما الباراسيمباثيتك هيعمل اريكشن، هما الاثنين لازم بيشتغلوا كوردينيتد ان كوردينيتد مانر. عندنا الميل بينال اريكشن، عندنا الباراسيمباثيتك لما يحصل له ستيميوليشن يحصل اريكشن، والاريكشن اتفقنا ان باز دايليتيشن يعني يحصل انجورجمنت اوف ذا بينس وذ بلاد. بعد كده يبتدي بقى الانجورجمنت ده عشان تبقى مينتيند يبقى
السمباثيتك، وعشان يحصل ejaculation يعني contraction of the seminal vesicles وال vas deferens to ejaculate the semen، يبقى ده عندنا السمباثيتك هو اللي بيشتغل. يبقى ده هنا هما الاثنين بيشتغلوا in coordinated manner. في بعض الأورجان اتفقنا ان هي بتبقى supply بس بonly one division، زي مثلا ايه قلنا الاكسبشن بتاعنا ان مثلا الكوتينيوس بلاد فيسلز ده بتتغذى بس بالسمباثيك، عشان كده بيبقى فيها فازو موتور تون وبيبقى فيها فازو كونستريكشن اول اوفر ذا تايم اول ذا تايم. البايلو اريكتور ماسل دي برضو بتاعت الخضه بتاعت الستريس، فاكرين القطه، القطه لما الواحد يخضها يبقى بيحصل اللي هو الاريكتور ماسل عندنا بتبقى بيحصل لها كونتراكشن، ودي طبعا سمباثيك بيور سمباثيك عليه. السويت جلاند قلنا ان ده برضو نفس الكلام بيبقى سمباثيك اكسايتاتوري سمباثيك. اللاكريمال جلاند بيبقى بار سمباثيك، بيبقى بيعمل البلود فيسل بيعمل فيها فازو كونستريكشن، لكن ما بيأثرش على البرودكشن اوف تيرز، يعني مش واحد دموع بقى هتأثر سمباثيك او بار سمباثيك، لا ده هو البار سمباثيك هنا هيعمل فازو كونستريكشن للاكريمال جلاند. في بعض الأورجانز برضو اتفقنا ان هي ما بتحصلش سبلاي ابدا بالباراسمباثيك زي الفنتريكل، وده من رحمة ربنا ان لو حصل عندنا اكسس فيجاس ستيميوليشن للهارت هيبقى توقف الاسينود توقف الايفينود، بعد فترة هيحس الهارت ان هو طب هشتغل بايه، مفيش دلوقتي عندي بيس ميكر، هيبتدي يشتغل بالبركنجي فايبر والفنتريكولر ريزم عندنا بيبقى بس صحيح هاي لو ريزم اللي هو بيبقى مثلا 40 بيت بير مينت، بس على الاقل اهو بيبقى فيه كونتراكشن. تمام. السبلين طبعا الفانكشن بتاعته اساسا عباره عن كونتراكشن اوف ذا اس ذا سبلين وايفاكويت البلاد اللي هو ستورد انسايد ات، يبقى ده اكيد طبعا هيبقى سمباثيك اونلي. ادرينا المضله دي بتفرز هرمونات اللي هي الابنفرين والنور ابنفرين، ودي بتتفرز في الاسترس، يبقى اكيد سمباثيك اونلي. دلوقتي نيجي نقارن بين السمباثيك والباراسمباثيك. ده تجميع كل المحاضرتين اللي فاتوا. من اول حاجه ده السمباثيك، ده الباراسمباثيك زي ما شايفين الاورجين اللاترال هورن سيل بتاعت الثوراكو لامبر، اتفقنا كل الثوراسيك سيجمنت مع الاوبر 2 تو 3 لامبر سيجمنتس. هنا بيبقى كرينيو سيكرال، وقلنا كرينيو يبقى 3.7 و 9 و 10 كرينيال نيرفز، وسيكرال S2 3 و4. بعد كده ادي البري جانجليونيك فايبر بتبقى برانشد في السمباثيك، بتبقى لونج في السمباثيك. البري جانجليونيك تيرمينالز بتفرز استايل كولين في السمباثيك وفي الباراسمباثيك. البري جانجليونيك فايبر بتعمل ريلي في الجانجليا اسمها اللاترال جانجليا او الكولاترال في السمباثيك، اما الباراسمباثيك بتبقى مينلي في التيرمينال جانجليا. التيرمينال جانجليا اللي هي within the organ. بعد كده عندنا نيجي للبوست جانجليونيك فايبرز، والبوست جانجليونيك فايبرز عندنا في السمباثيك ادي بتلاقيها هايلي برانشد وميلي بتفرز نور ابينفرين، وقلت ميلي مش اكسكلوسيفلي لان في بعض الاكسبشن اللي هي بتفرز استايل كولين، بينما هنا البوست جانجليونيك بيبقى شورت بيبقى يفرز تيرمينال بتفرز اسيتايل كولين. تمام. طبعا يبقى عندي السمباثيك دي بتاعت الاسترس فايت فلايت فرايت، بيبقى طبعا مدام ستريس يبقى انا محتاجه طاقه، محتاجه جلوكوز، محتاجه جلوكونيوجينيسيس وجلايكوليسيس، يبقى فيه كاتابوليك. لكن باراسمباثيك اكل يبقى عايزه احط احوش بقى الاكل انا اكلته دوا، يبقى هيحصل انابوليك. الاورجين ثراكولامبر كرينيوسيكرال شورت بري جانجليونيك لونج بري جانجليونيك سمباثيك بوست بري جانجليونيك بتبقى highly branched extensive effect، بينما الparasympathetic بتبقى localized effect. الجانجليا زي ما اتفقنا اللاترال والكولاترال،
الباراسمباثيتك بتبقى mainly terminal، بيبقى long post ganglionic fiber. في الباراسمباثيتك بيبقى short post ganglionic fibers. الفايبرز بتاعت البري جانجليونيك فايبرز بتيجي موجودة في السمباثيتك تشين أو في الكولاترال تشين، بينما الباراسمباثيتك بتبقى موجودة السيل بادي بتاعت البوست جانجليونيك موجودة في الإكسايتد أورجان لأن هي تيرمينال جانجليا. النيو ترانسميتر ريليز باي بري جانجليونيك أستايل كولين are sympathetic. Neurotransmitter is released by postganglionic axon, mainly norepinephrine في sympathetic, except sweat gland will blood vessels of skeletal muscles. بيبقى cholinergic يعني acetylcholine. Neurotransmitter released by postganglionic fibers في parasympathetic exclusively acetylcholine يعني cholinergic. الإفكت بقى نيجي للإفكت، هنمسك من أول الهيد والنك لحد البلفس. في الآي pupil dilatation widening of bulbar fissure، في الparasympathetic pupil constriction accommodation يعني increase في الconvexity بتاعة اللينس عشان نزود الpower of the lens ونعمل near vision. اتفقنا وإحنا rest و digest بنقعد نقرأ كتب. salivary gland تبقى thick saliva، وقلنا ان هما الاثنين بيزودوا السلايفا بس النوع السكريشن هو المختلف. هنا trophic secretion thick و small amounts، بينما في parasympathetic بيبقى watery saliva. في الهارت increase all the property، increase the heart rate، increase the force of contraction، وبيحصل coronary vasodilatation. بينما في parasympathetic بيبقى decreased all the properties of the cardiac muscle، decrease heart rate، decrease force of contraction، we coronary vasoconstriction. اللونج عايزة ادخل more oxygen، عايزة اعمل wash CO2، بينما في parasympathetic بيبقى bronchoconstriction and broncho increase bronchial secretion. GIT هقلل motility، مش وقته خالص ابدا ان انا اهضم ولا افضي ولا اي حاجه، يبقى decrease motility، decrease secretion، decrease muscle tone في السمباثيتك. بينما في الparasympathetic الوقت فاضي، يبقى نعمل evacuation ونعمل digestion، يبقى increase motility increase secretion increase التون. في الليفر بيبقى فيه gluconeogenesis، محتاجه طاقه علشان الستريس اللي عندي، وdecrease عندنا السكريشن بتاع البنكرياس. بينما عندنا مش مهم او البنكرياس، خلينا في الادرينال جلاند. الادرينال جلاند طبعا قلنا exclusively sympathetic، يبقى عندنا بتبقى sympathetic بيعمل release الادرينالين هرمون هنا، وطبعا parasympathetic has no على الادرينال جلاند. نيجي للبلادر، عندنا السمباثيتك ريتينشن يعني ريلاكس للمصل لتروزر مصل، وكونستريكشن اوف ذا انترنال يوريثرال سفنكتر. الباراسمباثيتك بتبقى ميكتوريشن يعني ايفاكويشن، يعني المصل لتروزر مصل كونتراكت والسفنكتر ريلاكس. عندنا اللارج انتستين ديكريز موتيليتي اون ديكريز سيكريشن في السمباثيتك، بينما في الباراسمباثيتك بتبقى increase motility. الريبرودكتيف organs اتفقنا ان السمباثيتك is the nerve of ejaculation، وبينما الباراسمباثيتك is the nerve of erection. الريكتم عندنا edification عندنا بتبقى مفروض inhibition، تمام. الparasympathetic عندنا هو اللي بيعمل stimulated defecation يعني contract of the muscle و relax of the sphincter. السويت gland exclusively sympathetic، بتزود السympathetic السويتنج، بينما الparasympathetic الاريكتور بايلاي muscle بتعمل بايلو اريكشن في السympathetic، بينما parasympathetic البلود فيسل بتعمل فازو كونستريكشن، ولو حصل انهبيشن ليها بتعمل على حسب الريسبتور بتعمل فازو كونستريكشن او فازو دايليتيشن. زي ما احنا شايفين اتفقنا قبل كده ان الاي في
في الايريس عندنا two types of muscle، في الكونستريكتور بيوبيلي وفي الدايليتور بيوبيلي. الكونستريكتور دي بارا سيمباثيك بالاوكيلوموتور نير، بينما السيمباثيك هي اللي بتغذي الاوتر راديال muscle بتعمل pupil dilatation. ادي اتفقنا النير فيجن عندي ادي ده النورمال في الريست. بعد كده عندي لما بيكون نير فيجن بيزود الكونفكستي عشان حصل contraction للسيلري muscle و relax للsuspensory ligament increase convexity of the lens، وبالتالي بيزود الaccommodation أو بيزود الpower of the lens for near vision. في GIT sympathetic يقلل peristalsis، بيزود tone of the sphincter، inhibit evacuation، بيقلل secretion، بينما parasympathetic بيزود peristalsis، relax the sphincter، enhance ال evacuation و increase secretion بتبقى watery و large amounts. في الجلاند خلي بالنا ال sweat gland عندنا في two types of sweat gland، في exocrine وفي apocrine. ال sympathetic هما في كل الحالات بيبقوا stimulated by ال sympathetic، ولكن وال parasympathetic has no effect. بينما عندنا ال exocrine sympathetic بتزود ال quantity of exocrine gland والإفكت بتاعها بيبقى كولينيرجيك. الفايبرز بتفرز أسيتايل كولين instead of norepinephrine، بينما في البالمز والسولز بيبقى أدرينرجيك يعني norepinephrine. في الإبوكراين اللي هي موجودة في الأكزيلا السيمباثيتك بتخلي فيه thick odor الأودر secretion ودي أدرينرجيك. خلاص يبقى السويت جلاند two types، ولازم نعرف دي ايه عشان بس حتى في الام سي كيو يبقى عندنا بيبقى في فرق بين دي كولينرجيك اللي هي الايكوكراين والتانية ادرينرجيك اللي هي الايبوكراين. الهارت زي ما شايفين ده النورمال، السمباثيتك بيسرع الهارت ريت ويزود قلنا الكونتراكتيليتي بيزود كل البروبرتي، بينما الباراسمباثيك هتقلل كل حاجه عندنا بتعمل بازو كونستريكشن اوف ذا كرونيس. في البلود فيسلز عندنا السمباثيك في الابدومين بتعمل بازو كونستريكشن لان انا عايزه اعمل ريديستريبيوشن اوف ذا بلود تو ذا امبورتنت اورجانز زي البرين وزي الهارت. يبقى عندنا في بقيه الاورجانز بقى زي الابدومين زي الماسل زي السكن كله يبقى حصل له فازو كونستريكشن. تمام، الا طبعا لو كان الماسل دي هي اللي بتبقى ستريس بس بيجري يبقى هيحصل فازو دايليتيشن. الماسل فيها ريسبتور الالفا والبيتا والكولينرجيك كله ده سم بس هتخلي بالكم. تمام، فممكن يحصل كونستريكشن وممكن يحصل دايليتيشن. بينما الباراسمباثيك has no effect على البلودلس الموجودة في الابدومين، has no effect على البلودلس الموجودة في الماسل، has no effect على البلودلس الموجودة في السكن. دو قلنا ان هما دول exclusively sympathetic. بعد كده عندنا بالنسبة للارتيريال بريشر عندنا السمباثيك قلنا هيعمل فازو كونستريكشن، يبقى عندنا بيزود البريفر ريزيستنس وبيزود كمان البومبينج اكتيفيتي اوف ذا هارت. يبقى كل دوا اللي بيزود الكارديك اوتبوت بيزود البريفر ريزيستنس، يبقى بالتالي هيزود عندنا الارتيريال بلود بريشر. بينما الباراسمباثيك عندنا هاز نو افكت على الفيسلز، وبالتالي عندنا ما بيأثرش على البريفر ريزيستنس، بيقلل ماشي البومبينج اكتيفيتي، وبالتالي هيبقى ممكن سلايت ديكريز ان ارتيريال بلود بريشر. اتفقنا ان الباراسمباثيك لو عمل strong stimulation على الهارت الهارت هيحصل له stop، لكن بعد عندنا يبتدي يشتغل بالايديو فينتريكولار ريزم. في السمباثيك في اليورين عندنا retention وقلنا relax the wall contraction of the sphincter ويعمل كمان في الجينيتاليا ejaculation، بينما الباراسمباثيك بيعمل micturition يعني contraction of the detrusor muscle relax of the internal urethral sphincter بيعمل erection. السمباثيك عندنا بيزود الجلوكوز بيعمل glycogen liver في المسل بيعمل blood glucose بيزوده
بيزود البيزن ميتابوليك ريت، بيعمل كاتابوليزم عموما، بيزود الاسترنس. طبعا واحد عنده ستريس زي ما قلنا من ضمن الاسترس، واحد خايف مثلا وراه في اسد زي ما احنا قلنا في الاكستريم بقى، لازم حجري، لازم ما احسش بان انا تعبانه، ما بيبقاش فيه فتيج، وبالتالي عندنا بزود الاسترنس وبقلل الفتيج، بزود المنتال اكتيفيتي، هشوف انا همشي ازاي، هروح فين، كل ده السمباثيك.